خطونا يا خمشو كده ولا احنا ما عندنا موضوع معاكم. نحن عندنا مشاكل في البلد دي كبيره دار نعالجها. في بلاوي تقيله، في شرك قباب معلقه قدر الدنيا، ده موضوعنا نحن. بلغوا الدعوه انشروها، ما تقعدوا كل مره زوشة اللي حاجه وتجوا يرموا لكم هم. انتوا قايلين احنا دعوتنا بنشتغلها بفقه ولا ساي؟ ما بيرموا لنا الحاجه عشان نتكلم، ما بتفك لنا زي ادعوا لك عظم زي الكلب، ادعوا لك العظم تجري عليه، ثاني ادعوا لك العظم هنا تجري عليه. لا احنا دعوتنا ما كده، ولا احنا بتورينا نتكلم عن شنو، ولا بتجي تلقينا بمعلومات عشان احنا نتكلم عنها. نحن الاخوان المسلمين بفضل الله عز وجل اكثر من 18 20 سنه ما قدروا يسوقونا ابدا. ساقوا الجماعات دتشت من اضانهم وساقوا من جيبه وساقوا من حتات ثانيه، ساقوهم كلهم ساقوهم. نحن ما بيسوقنا، نحن ما عارف نتكلم عن شنو، بنعرف المنكر اللي بننكره ياتو وننكره بتين ونتكلم بتين ونتكلم بياتو وجه. ده كله فقه موجود في الكتاب والسنه، ما بنمشي وراك عشان تجي كل مره للزلي حاجه تقول لي طبعا تكلم عن ده وتكلم عن ده، ما على كيفك، انا بتكلم عن ده وعنك انت بكره. انا ما عندي مصلحه مع احد، واتحدى الجميع واحد يطلع يقول انا عندي معه هو مصلحه ماديه شخصيه سياسيه، يقول انا مزمل اعطيته او عندي معه مصلحه.